السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. قبل ما نتكلم في موضوع النهاردة، حضراتكم عارفين الظروف اللي بيمر بها العالم الأيام دي، موضوع فيروس كورونا وكده. يعني المفروض إن احنا يجب علينا، يعني احنا ما نخافش من حاجة يعني، لكن يجب علينا الحرص بغسل اليدين وتطهير الأسطح. احنا مش هنقول اكتر من كده، لان ده له ناس تانية مختصة فيه، تطهير الأسطح بالكلور او بالديتول او بالكحول. مش هنقول اكتر من كده في الموضوع ده، له ناس مختصين. لكن احنا النهاردة موضوعنا موضوع الحمام وحشرات الحمام، بما اننا بنتكلم عن موضوع التطهير، فاحنا اللي يخصنا دلوقتي موضوع الحمام. فاحنا هنطهر برضو الحمام من الحشرات استعدادا لفصل الصيف. طبعا كل اللي بنعمله حضراتكم علشان زيادة الانتاج، ومن اهم الاسباب اللي بتقلل الانتاج وسبب البيض الفارغ، من ضمن الاسباب قلناها قبل كده في الفيديو السابق اللي هو الخلاصة في تربية الحمام، ان من ضمن الاسباب اللي هي بتسبب البيض الفارغ اللي هي حشرات الحمام، اهمها ذبابة الحمام. طيب احنا هنعمل وقاية النهاردة استعدادا لفصل الصيف. طبعا في ارتفاع في درجات الحرارة كلنا شايفينه دلوقتي وحاسينه، بيخلي الحشرات تفقس وتتوالد وتتكسر، تبدأ في فصل الصيف، مما يسبب عندك في الزغاليل كلها اللي هي بيطلع فيها الجص او الجدري المائي او الكنكر اللي بيجي في حلق الزغلول. طيب احنا النهاردة معانا الدواء، احنا كنا عملنا بالمبيد ده في مرة سابقة، اللي هو نصر ليسيون. ده الازازة دي كلها بعشرين جنيه ربع لتر، حضراتكم عارفين اهو، بس بنحط كنا بنحط تقريبا 5 سنتي على اللتر، لكن النهاردة جايبين نوع تاني خالص جديد. هو اللي بيبيع ده بيتباع عند بتاع المبيدات الزراعية، مش البيطرية. الداني دي الازازة دي بعشرة جنيه، فيها الكمية دي تقريبا حوالي يمكن 40 سنتي بعشرة جنيه. هو قال لي حط منها 0.5 سنتي بس على لتر المية عشان ترش بيهم المكان. قال لي ان هو امن على الحمام، يعني لو جه على الحمام مش هيضره. هو يعني لازم تجيب من حد ثقة تثق فيه، لاني لسه واحد شاف طبعا فيديو سابق كنت عملته اقضي على حشرات الحمام، فبيقول لي هدى عليك لو الحمام مات. انا اقول له لا ما تخافش انا مجربه، لان كان هو عامل راشش المكان بحاجة زي كده، وكنت عامل استحمام الحمام بالدواء زي ده. فانا بعمل كل حاجة قدام حضراتكم، اللي ما بعملش حاجة الا ما بجربها على نفسي اول. اللي بعمل لكم الفيديو بكون مجربها على نفسي اول. النهاردة هنعمل نحمي الحمام بده ونرش اول المكان بالدواء ده. اسمه ميتاك، ده عبوة كبيرة لتر اسمه ميتاك. فانا طبعا مش محتاج اللتر في حاجة، انا اخد من دي سنتي على 2 لتر مية، ارش المكان كله والباقي اخليه عندي، ابقى اعمل الموضوع ده كل شهر او حسب ما تشوف المكان عند حضرتك ازاي. لو حسيت ان في حشرات او بداية او الحمام بيتهرش، اعمل الوقاية دي. احنا ما عندناش حاجة الحمد لله، بس احنا بنعمل استعدادا لفصل الصيف الربيع والصيف، يعني بيتكاثر فيها الحاجات دي. طب هنقول انواع حشرات ايه اللي احنا هنقاومها، الذباب والفاش والسوس. وهنقول برضو ان حشرات الحمام تنقل الامراض، ذبابة الحمام اكثر شيء يضايق الحمام وهو سبب رئيسي للبيض الفارغ، لان ذبابة الحمام بتتحرك دايما في ريش الحمام، ما يسبب قلق ومضايقة للحمام لانها تأكل في ريش الحمام وتاخد الغذاء من ريش الحمام برضه. تجد دايما الحمام بيهرش
في نفسه وينظف في جسمه، وهو يضايق الحمام اللي رائد على بيض، وقد يمنع تزاوج الحمام. طبعا هو بيضايق الحمام رائد على البيض، ممكن يسيب البيض ويقوم، ويمنع تزاوج الحمام من كثرة الهرش، وممكن الحمام يترك البيض زي ما قلنا اللي رائد عليه ويقوم، والبيض يفسد بسبب الذباب، وممكن يموت الزغاليل. الذباب الحمام ده يمتص دمها، والحشرات التانية، في السوس كمان يموت الزغاليل. وهو ايضا يتكاثر في فرشة الحمام، يعني الفرشة بتاعة الحمام، لانه بيجد فيها البيئة المناسبة للتكاثر. طيب النظافة وتغيير الفرشة اهم شيء في مكافحة الحشرات. يعني زي ما حضرتكم شايفين ان كنس الارض اهوت الاول، علشان هنرش المكان كله، وهنرش الأرضية جير، هنشوف برضه مع بعض النظافة باستمرار. نظافة الطاجن أو الحضان وتحت الأكلات، راعي عدم وجود طعام. يعني أنا أكلت الحمام دلوقتي خلاص، هيخلص أكل خالص وشرب، شلت المية اللي بيشرب منها وشلت الأكل عشان نرش، ما ينزلش فيها حاجة، اللي هو المبيد الحشري ده. ما تخليش رطوبة نتيجة مياه النظافة مثلا على الأرض ترشها جير. ده بالنسبة لذباب الحمام. الحشرة التانية اللي هي سوس تريش الحمام. السوسة بتبقى في ريش الحمام، ممكن ما تشوفهاش حضرتك، ما تاخدش بالك منها، لكن الاستحمام بيعالج الحكاية دي، لأن هي بتبقى نقط سوداء لا ترى بالعين المجردة. الفاش وهو خطير جدا، ويضايق الحمام، ويضايق أصلا أيضا المربي. لما هتطلع عند الحمام هتلاقي لازق فيك، مش هتحس بهرش انت كمان. طيب امتى تأتي علاج الحشرات الحمام؟ اول ما تلاقي الحمام بيهرش، حمي الحمام بالعلاج اللي هنعمله ده، ونضف ورش جير المكان بدواء بيطري اللي احنا معانا، اللي هو الرش التاني ده. طيب يجب ان تتأكد من اللي انت هتشتري منه ان الدواء ده امن على الحمام. انت قول له انا هرش منه على الحمام، عشان هيكون على مسؤولية اللي هو هيديهولك، لان ممكن يديك حاجة تانية على ان هو بتاع المبيدات الزراعية. اتأكد منه، قول له انا هرش منه، ولو جه على الحمام مش هيحصل له حاجة. قبل اي حاجة، وبعدين رش المكان بالمبيد. قبل ما ترش لازم تتأكد ان انت رفعت الاكلات اللي بتحط فيها الاكل والمسائي، تمام. طيب انا هبدأ نعبي الازازة بتاعتنا. احنا معانا العبوة دي 2 لتر لغاية هنا، هنسحب سنتي من الدواء اللي احنا قلنا عليه بتاعنا ده. هسيب لكم الصورة بتاعت العلبة بتاعته في صورة الغلاف بتاع الفيديو، اللي هو الدواء السايب ده اللي بتباع بالسنتي، اللي يحب يجيب منها، لان هي ب 300، افتكر 350 جنيه اللتر، يعني مش هيجيبها الا ان كان بتاع المزارع. احنا هنحط سنتي على الاتنين لتر بتوعنا، هنقفل اول. طيب احنا جهزنا العبوة اللي هنرش بيها، ولبسنا كمامة على مناخيرنا او وعلى بقنا، ونبدأ نرش المكان بالطريقة دي. هنرش رش رش، نرسل غسيل زي ما حضراتكم شايفين الحيطان والاسطح. ممكن بالطريقة دي حضرتك ترش البيت بتاعك، الحيطان، السلم، وانت طالع السلم، باب الشارع، بالمطهرات، لكن مش بالمبيد الحشري ده، بالمطهرات، ان كان كلور او فينيك او الكحوليات، كحول يعني مش المشروبات، الكحول الطبي زي ما قلت. شوف انا برش الحيطان ازاي، هكمل الرش بتاعي، هقطع الفيديو بس عشان ما اطولش الفيديو، وارجع نقول لكم هنعمل ايه بعد ما نرش المكان كله. ولو جه على الحمام زي ما قلنا كده مفيش مشكلة، اهو برش على الحمام اهو فوق اهو، ما تخافش. عشان اللي بيقول لي انا هدعي عليك، انا عارف ان هو بيضحك، يعني مش هيدعي عليا ولا حاجة، ان شاء الله مش هيحصل حاجة. اهو ارش انا، اكمل رش وبعدين نكمل. بعد ما رشينا المكان زي ما حضراتكم شايفين المكان كله بالمبيد الحشري اللي احنا قلنا عليه، هنجهز. انا عندي الاناء ده فيه مية، اي اناء واسع عندك، وحطينا فيه كمية المية دي المناسبة لاستحمام الحمام، بحيث ان الحمام ينزل فيها، الحمامة ما تغرقش، وفي نفس الوقت
هتحمي جسمها كله. ومعانا اكسوميسرين اللي هو زي ما قلنا ليسيون، هو مش مبيد حشري، ده من الصيدلية بشري، بيستخدم لحشرات شعر البشري يعني. اذا ده امن، فاحنا بنجيبه لاستحمام الحمام. اللي بيقول هيدا عليا ما يخافش، ان شاء الله مش هيحصل له حاجة. انا حمي حمامي قدامه واحط منه الكمية اللي انا بقول عليها. انا بحط لو اول مرة حضرتك هتستخدمه والحمام فيه حشرات كتير شايفها الدبان في الحمام، حط نص الازازة دي ما تخافش، نص الازازة دي. لو بقى لو بتحمي به باستمرار مفيش حشرات كوقاية، اعمل غطا بس كفاية. احنا معانا كمان اللي هو عملناه قبل كده، النوع ده اسمه افريزين اهو، واضح ده او ده اللي تلاقيه. لو ما لقيتش ده يبقى التاني اللي كان في ايدي من شوية، هو ده الموجود دلوقتي. دي فاضية، الازازة الصفرة دي فاضية، لكن اكسوميسرين ده موجود حضرتك دلوقتي في الصيدليات متوافر، فاحنا هنستخدم الموجود. المهم يكون ليسيون للشعر اللي بيستخدم بشري. انا عشان بعمل كل فترة، انا عامل من حوالي 20 يوم او حاجة وعشرين يوم، لكن لاحظت ان فيه الحمام بيتهرش وان الجو سخن، فممكن احمي كده في الصيف كل اسبوع حتى، مفيش مشكلة لو هتحمي كل اسبوع في الصيف. اهو انا هعمل احط حوالي غطا على الكمية دي. اهو شوف حضرتك المية بتبيض ازاي، اهو الراجل اللي بيقول هو خايف يعمل منه شايفني بعمل اهو. انا هسيب الحمام يستحمى قدامه، علشان مش مشكلة لو انا بقول لحضرتك لو هتحط نص الازازة لو اول مرة تعمل، تمام. هو امن حتى لو الحمام شرب منه ما تخافش، وانا هسيب الحمام برضو هيستحمى ويشرب منه قدام حضرتك. طيب يبقى علشان نكمل الوقاية يبقى هنعمل ايه؟ هنرش جير كمان، الجير هنرش في الارضيات بالطريقة دي عشان الرطوبة زي ما قلنا. انا مش هكمل رش، بس ايه انا بقول هسيب الرش ده لتاني يوم بعد الحمام ما يبلبط ويخلص في المية، ونشيل المية نسيب المية يوم او اتنين، وبعد كده نبقى نرش الجير وتشيل القش او الفرشة بتاعت الزغاليل وتفرش تحتها رشة جير زي كده. طيب نسيب لكم بقى الحمام وهو بيستحمى. طبعا الحمام بدأ ينزل يستحمى وبيشرب برضه من المية، ما تخافش لو شرب منها. اهو في اللي بيشرب بيشوف المية الاول بيدوقها، بعد كده ينزل يستحمى فيها او ما ينزلش، هو بيدوقها الاول وبعدين ينزل، ما تخافش. اهو نازل يستحمى. انا بعمل كده بقالي فترة يا جماعة، محدش يقلق من حاجة. ما شاء الله الحمام سعيد، نفسه يستحمى بالحماية دي. طبعا بينظف نفسه من الحشرات ومن الريش، الفتافيت الريش اللي فيه، ومن السوسة اللي بتاكل في الريش. ده بيعوق الحمام ان هو يتزاوج، وبتسبب البيض الفارغ زي ما قلنا. طبعا انا لسه حاطط الميه، فتشوف لسه الحمام متلم كله عليها ازاي، بقى في زحام حوالين الميه، ما عادتش الميه باينه. لكن هو الحمام بيستحمى، لما يكتفي من الميه يخرج منها. انا اسيب له الميه يوم او اتنين على حسب ما اشوف الحمام كله يستحمى، بعد كده نشيل الميه. Thank you.
ده افضل طريقة يا جماعة، انا مجربها والله. الحمام كان عندي كله ذبابة الحمام كانت مالية الحمام بسبب حمامة اشتريتها غريبة كان فيها الذبابة دي، عادت الحمام كله اللي عندي، فسببت بعد كده مش الذبابة بس، جابت اللي هو الكنكر، جابت الجص او الجدر المائي، الجدر اللي بيطلع في جسم الزغاليل. لكن ان شاء الله لو عملت كده في الصيف هيطلع عندك الزغاليل كلها نظيفة، مش هيطلع فيها جدري ان شاء الله، اللي هو بيصيب الزغاليل. كل المربيين بيشتكوا الشكوى دي. ان شاء الله بوريكم زغاليل الصيف برضو وتبقى نظيفة ازاي. ارجو اكون ما اكونش اطلت على حضراتكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.